مكان افراد فرقه الابحاث للدرك الوطني بشلوم العيد من تفكيك شبكه اجراميه تنشط على مستوى ولايه وهران مختصه في النصب والاحتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي باسماء مستعاره وبارقام هواتف غير مسجله، وكذا استعمال حسابات بنكيه رقميه ممنوعه. يتم التفاوض مع الضحيه من طرف احد عناصر الشبكه، في حين يقوم عنصر اخر بالتفاوض مع اصحاب صفحات تعبئه رصيد الحسابات البنكيه الرقميه. تم حجز سيارتين سياحيتين مبلغ مالي قدره 2,586,500 دينار جزائري، جهاز حاسوب، 8 هواتف نقالة، بطاقتين مغناطيسيتين لحساب بايسيرا وكاميرا. بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغم العيد.